مدينة مظلمة في وضح النهار، يكشف نهار بيروت عن شلل اقتصادي أصابها بفعل انقطاع الكهرباء وشح المحروقات، انقطاع يهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات وأعمال. عم نتعذب بلا كهرباء لانه اوقات بيجيبوا لنا اياها الموتير، حتى الموتير 3 ساعات ساعتين، اوقات ما عم ننزل قلبين واجبين. مئات المؤسسات باتت تحت رحمه انقطاع الكهرباء، كهرباء الدوله وكهرباء المولدات الخاصه التي لا تجد وقودا لتشغيلها، اغلبها يعمل لساعات معدوده ويغلق بقيه اليوم على خسائر اقتصاديه. تيجي ساعة الكهرباء بالنهار بنقدر نشتغل، بنلبي يعني بنشتغل بالعجينة من الرقاقة، وبعدين ما عادش بدنا نشتغل. يتأقلم البعض في لبنان، يقولون إنه مدخل لتقبل واقع عجزت محلات أخرى عن تحمله ففضلوا الإغلاق، البعض نهائيا والبعض الآخر ريثما تنجلي الصورة. على مستوى القطاعات المتوسطة والصغيرة رايحين على انهيارات كتير كبيرة، وهيدا شيء خطير لأنه أخطر ما في الأزمات الاقتصادية واللي بتحاول الدول دايما تتفاديه هو أنه ينهار القطاعات الاقتصادية، تنهار لأنه إعادة بناء مكلفة جدا. تطوق العتمة الأنشطة الاقتصادية، عتمة في وضح النهار لا ضوء في نهايتها. تشرب القهوة في بيروت هذه الأيام على عجل قبل انقطاع الكهرباء. بدا هذا المقهى يفتح أبوابه صباحا ومساء حصرا، وفي ساعات النهار يتوقف العمل قصرا، وكحال مقاهي بيروت تسعى القطاعات الاقتصادية الأخرى إلى العمل بلا كهرباء أو بما تيسر منها. محمد شبارو، العربي، بيروت.